أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الوصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.